تعالوا بقى نتكلم عن شابتر 13 اللي هو بيتكلم عن المولكيولر مانيبيوليشن. يعني كنا شرحناه في فيديو لوحده اللي هو هاو تو مانيبيوليت الفورميوليشن او فورميوليشن مانيبيوليشن، ولكن هنا اسمه مولكيولر مانيبيوليشن. جايب لي بقى ايه؟ ازاي اتعامل مع الفورميوليشن باختلاف طرق التعامل معاها. هحسب مثلا الدوز للاطفال according to body weight, body surface area، احسب الدايز اوف سبلاي او تو سبلاي، ان انا مثلا عندي ازازه فيها 50 مل فهتكفي قد ايه لو الجرعه الفلانيه قد كده وهكذا. يبقى هي مجرد فورميوليشن هيديها لي، يقول لي مثلا احسب لي البيز، احسب لي الاسيد، احسب لي الدوز، يعني حاجات كده نعتبرها جاست ان احنا بنراجع على اللي فات كده، ولو في حاجه جديده طبعا هنبتدي نتكلم عليها. تعالوا كده ندخل على اول مساله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. How much chlorhexidine base is contained in 20 جرام اوف chlorhexidine gluconate؟ يبقى هو عايز، يبقى دي رقم واحد، عايز الكلوروهكسيدين، الكلوروهكسيدين قد ايه بالجرام، تمام، الموجود في 20 جرام من الكلوروهكسيدين جلوكونيت. وقال لي تحت مديني الفورمولا اهو، الكلوروهكسيدين جلوكونيت الفورمولا بتاعته اللي احنا شايفينها دي، والجلوكونيك اسيد الفورمولا اللي احنا شايفينها دي، بالراحه كده مع بعض. يبقى انا اول حاجه ابص عليها المسائل اللي بالمنظر ده، اشوف كده الايكويشن او الفورمولا براحتي كده عشان اعرف ايه اللي طالع وكم مول من ده على كم مول من ده وهكذا. تعالوا نبص الفورمولا كده ونشوف احنا بنشيك عليها ازاي. مبدئيا كده الكلوروهوكسيدين جلوكونيد دي الفورمولا الكبيره، طبعا احنا قلنا لو في ووتر ولا حاجه بنرميه ملناش علاقه بيه. الجلوكونيك اسيد C6H12O7، تعال نشيله من هنا ونشوف هيطلع منه كام مول. يبقى انا دلوقتي الاول هكتب الايكويشن اللي هو الكلوروهكسيدين جلوكونيت، الكلوروهكسيدين جلوكونيت دي الفورمولا بتاعتي عشان اشوف هيطلع كام مول. ال1 مول منها هيطلع لي كام مول من الكلوروهكسيدين لوحده و الجلوكونيك اسيد ده لوحده. طيب احنا عندنا الفورمولا زي ما احنا شفنا بنشيك ازاي. اول حاجه هو مديني فورمولا ثانيه، الفورمولا الثانيه اللي هي بتاع الجلوكونيك اسيد، خلينا نطلعها من الايكويشن اللي هي دي بالظبط كده واولها 2. يبقى هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 2 جلوكونيك اسيد من الاول كده، والباقي ده كله هو الكلوروهكسيدين بيز. بقى هو ده الكلوروهكسيدين بيز ده اللي هو عايزه، خلاص. يبقى هو عايز ده في كميه قد ايه موجوده في 20 جرام من المولكيولر ويت اللي احنا قلناه ده. طيب خلينا في المسائل، يبقى احنا عرفنا كده هيطلع 2 من جلوكونيك اسيد وكلوروهكسيدين بيز واحد بس، تمام. طب هو مش مديني اي داتا غير المولكيولر ويت، يبقى انا هاخد المولكيولر ويت. يبقى كل زي مثلا لما كنا بنتكلم الصوديوم كلورايد، كل واحد مولكيولر ويت من الصوديوم كلورايد في 23 مولكيولار ويت من الصوديوم وهكذا، تمام. فهنا برضو هعملها بنفس الطريقه زي ما كنا بنتكلم زمان، هاخد المولكيولار ويت بتاع الكلوروهكسيدين جلوكونيت هحطه تحته هنا 8 9 7، خلينا نشيل دي صح، 8 9 7 و8 من 10 هيديني ايه؟ هيديني 2 مول. ناخد بالنا من الارقام عشان دي ممكن تلخبطني، 2 مول في 196 و19 من 100 زائد الكلوروهكسيدين بيز اللي انا محتاج اجيبه، تمام. يبقى اللي هنحسب دي طبعا ونوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بتاعتها، يبقى انا عايز الكلوروهكسيدين بيز هيديني كام مولكيولار ويت. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على مولكيولار ويت مش على ويت، فالمولكيولار ويت بتاعها هيطلع كام بقى بعد ما نطرح ونعمل الكلام اللي احنا الكالكوليشن العاديه دي؟ هيطلع لي 505 و4 2 3، مش هتفرق معايا بقى الارقام الباقي. ده المولكيولار ويت، يبقى ده اسمه ايه؟ مولكيولار ويت اوف كلوروهكسيدين بيز. خلاص انا مش عايز المولكيولار ويت، ده هو بيقول لي احسب لي هاو ماتش، يعني احسب لي الويت او الماس، احسب لي الويت او الماس. زي ما احنا خدنا قبل كده، لو انا مثلا سين انا عندي بيرسنت، لازم عشان احسب جايب لي الماس بالجرام، انا واخد توتال برودكت بالجرام وعندي المولكيولار ويت، هحسب ايه؟ هحسب بيرسنت بتاع المولكيولار ويت بيرسنتج واضربها في ال 20 جرام اللي هي التوتال بتاعي. زي لما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن السوليوشن، لما قلنا 1% سوليوشن 14.2 من 10 مل من 1% سوليوشن، قلنا بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بنضرب الواحد على 100
في 14.2، يعني لازم اضرب percentage في التوتال فوليوم او التوتال ويت بتاعي، يبقى في الاخر انا محتاج percentage. خلاص، يبقى انا هجيب البرسنتج بتاعتي من المولوكولار ويت. يبقى انا دلوقتي البرسنتج اللي انا هجيبها دي المولوكولار ويت بتاع المركب بتاعي اللي انا عايزه هو ايه، هو الكلوروهكسيدين بيز، يبقى ده هيبقى فوق هنا، وده المولوكولار ويت اللي انا جبته على التوتال بتاعي المركب الكبير اللي هو الكلوروهكسيدين جلوكونيت اللي هو كامل، ده هيديني البرسنتج اوف مولوكولار ويت. يبقى هنقسم الاثنين على بعض، اللي هو هيديني البيز اللي انا لسه جايبه دلوقتي 505.423 هقسمه على 8.97.8.97.8 هيديني اكس مثلا. الاكس ده بقى هاخده، هو ده البرسنتج اللي انا عايزه، اضربه في ال 20 جرام عشان يديني الماس او الويت بتاع الكلوروهكسيدين بيز. وكده احنا حلينا المساله، تمام؟ اي ثينك انها سهله يعني. طيب نشوف نمبر 2. نمبر 2 بيقول لي ايه؟ هاو ماتش دايل اتش سي ال 10% weight per weight. يبقى هو بيكلمني عن dilution، كأننا بنراجع يعني محتاج كمية الدايل HCl، ده اللي محتاجه هو، ولكن خد بالك ان هو محتاج فوليوم، محتاج لي يقوله لي بالمل مش بالجرام. من ايه بقى؟ من 10%، 10% ناخد بالنا من الاكسبريشن ويت بير ويت اتش سي ال، والسبيسيفيك جرافيتي بتاعتي او الدنسيتي 1.045، وبي ريكواير تو بريبير 2000 مل، 2000 مل هو 2 لتر يعني، اوف سوليوشن كونتيننج ايه 0.05 مولر سوليوشن من الهيدروكلوريك اسيد. يبقى هو دلوقتي كل اللي هو محتاجه، محتاج كمية الدايل اتش سي ال بالفوليوم بالمل يعني. لو انا اخدت سوليوشن 10% ويت بير ويت من الاتش سي ال والدنستي بتاعته كذا، وعملت 2000 مل سوليوشن عشان احضر ال 2000 مل سوليوشن من التركيبة بتاعتي دي، ومديني المولوكيولار ويت بتاع الاتش سي ال، ولكن هو دلوقتي مديني السترينث النهائي بيبقى في المولر سوليوشن. قلنا اول ما الاقي المولر سوليوشن كده ما اعرفش اشتغل عليه، فلازم احوله لجرام او ملي جرام او اي قيمه او مايكرو جرام، اي حاجه بقى هتطلع معايا مش هتفرق، ولكن لازم احوله لويت لماس كده اقدر اشتغل عليها. يبقى احنا قلنا المولر سوليوشن اللي هو ال1 مولر يعني ايه؟ يعني مولوكيولار ويت لكل 1 لتر او 1000 مل. طيب ال1 مولر هيساوي، هيبقى فيه ايه المولوكيولار ويت فيه؟ اللي هو 36.5 جرام، 36.5 جرام في 1 مولر، ده طبعا على 1 لتر. طيب انا مش عايز 1 مولر، ده انا هيطلع لي الاكسبريشن بتاعي 0.05 او السترينث 0.05 مولر. يبقى انا هنا زي ما قلنا المره اللي فاتت او في مره من المحاضرات 0.05 ضربت هنا في 0.05، يبقى كل اللي انا هعمله هضرب هنا في 0.05 في 36.5 جرام، وكل ده هيطلع لي بير لتر، هتبقى تقريبا 0.73 جرام بير لتر. ولكن خد بالك بقى حضرتك مش بتحضر لتر، ده هو بيقول لي انا هعمل فورميليشن ل 2 لتر، يبقى هضرب الرقم ده في 2 تاني عشان يديني التوتال سترينث بتاع السوليوشن كامل، يبقى هضربه في 2 هيديني 3.65 جرام من ال HCl. يبقى انا كده اخدت الفورمولا بتاعتي بالسترينث زي تعودنا في الديليوشن، وظبطتها ورتبتها وشفت فيها قد ايه اتش سي ال. بعد كده هشتغل بقى على السترينث اللي هو مديهولي بقى، هو مديني بقى 10% ويت بير ويت. يعني ايه 10% ويت بير ويت؟ شغل زمان بقى اللي احنا بقينا شطار فيه، يعني 10 جرام من الاتش سي ال موجوده في 100 جرام من السوليوشن، صح كده؟ وقلنا لازم نكتب الحاجات دي عشان ما ننساش اي حاجه بعد كده. طب انا مش عندي 10 جرام من الاتش سي ال، ده انا عندي كام؟ 3.65 جرام من الاتش سي ال هيبقوا موجودين في كام جرام من السوليوشن؟ لما اجي احسبها اكشوالي دي هتتضرب في 100 وهتتقسم على 10، يعني كاني بضرب في 10، يعني الاكس دي هتساوي 3.65 جرام،
تمام. يبقى انا وصلت للاخر ان كميه ال HCl اللي هي وصلت للاسترنس بتاعها الفلاني اللي هو مديهولي 0.05 مولر طلع فيها 36.5 من السوليوشن اللي هو ال HCl اللي انا محتاج اجيب الفوليوم بتاعه، ولكن طلع لي بالجرام. يبقى سهل قوي ازاي اجي احول الجرام لفوليوم زي ما احنا اتعودنا بقانون الدنسيتي او السبيسيفيك جرافيتي، قد ايه الماس ده يشغل فوليوم قد ايه. يبقى الماء السبيسيفيك جرافيتي او الدنسيتي ماس على فوليوم، ماس بالجرام وفوليوم بير ميل. يبقى انا هبتكلم على الفوليوم اللي هو بالميل هيديني ماس بالجرام على ايه، على الدنسيتي او السبيسيفيك جرافيتي. الماس انا لسه مطلعها 36.5 على ال 1.05 هتديني الفوليوم اللي هو محتاجه، ومش محتاجه اكتر من كده. Number 3 بيقول لي ايه، calculate the weight of lithium in tablet containing 250 مل. يبقى دي رقم 3، 250 مل من الليثيوم كربونيت. يبقى ال 1 tablet بتحتوي على ايه، على 250 ملي جرام من الليثيوم كربونيت، تمام. وهو عايز الويت بتاع الليثيوم فقط، الويت بتاعي كام بالملي جرام، وعايزه بالملي جرام، ومديني الفورمولا بتاعتي ليثيوم 2 وكربونيت جنب واحد، يبقى والمولوكيولار ويت بتاعي 74 والليثيوم لوحده 7. يبقى انا اكتب الفورمولا، قلنا الحاجات دي نكتب الفورمولا عشان نعرف كام مولوكيول طلع من كل، او كام جزء طلع من كل مركب. طبعا هي سهله لو انا خدتها بالنظر دي، ولكن بحب ان كل حاجه تتكتب عشان بس عينك ما تهربش منك ساعه الامتحان. يبقى الليثيوم باي كربونيت ده هيديني ايه، هيديسوشيت الاثنين مولكيول من الليثيوم وواحد من السي او 3، تمام. طيب حط المولكيولار ويت بتاعك تحت كل واحد بتاع الليثيوم باي كربونيت، هو مديهولي اهو اللي هو 74، هيديني 2 جزء من الليثيوم اللي هو 2 زي ما هي، والليثيوم 7. الباي كربونيت مش مديني اي حاجه عنها ومش عايزها اصلا، يبقى انا بتكلم على الجزء ده مش عايز اكتر من كده. يبقى 47 جرام من الليثيوم باي كربونيت، هيبقى فيهم كام جرام من الليثيوم بس، 2 في 7 ب 14 جرام من الليثيوم، تمام. يبقى كده حضرتك جبت البالانس بين الاثنين، كل 47 جرام فيهم 14 جرام من الليثيوم، ولكن حضرتك واخد تابلت واحده فيها 250 مللي جرام من الليثيوم كربونيت. يبقى ال 250 مللي جرام هيتحطوا هنا، 250 ده طبعا الليثيوم كربونيت، والتاني الناحيه الثانيه هي الليثيوم. 250 مللي جرام اللي هو لو انا حولتها بقى، هو عايزها اصلا بالملي جرام دايركت، يبقى حول اللي فوق دي بالملي جرام، يبقى هنا هضرب في 1000. 250 مللي جرام هيبقى فيهم كام جرام من الليثيوم، يبقى الليثيوم بسهوله جدا بيساوي 250 في 14 على 74 في 10 اس 3 او في 1000. يبقى اعمل بقى الحسابات بتاعتي هتطلع بسهوله. يبقى اي فورمولا او مانيبيوليشن لانفورميوليشن اللي هو محتاج يعرف لي الجزيئات ده او السولت ده يمثل كام من التوتال، بكتب بس الفورمولا عشان اشوف كل كومباوند بالنسبه لي طلع كام مولكيول، يعني مثلا 3 4 2 1 عشان عينيا ما تهربش مني ساعه الامتحان والستريس. تعالى ده رقم كام، ده رقم 4، how much sodium fluoride will provide 500 mic من الفلورايد ايون. يبقى الصوديوم فلورايد NaF هتطلع لي ايه، Na1 وF minus 1، تمام. هنحط المولكيولار ويت، هو عايز الصوديوم فلورايد، يبقى هو عايز الناحيه دي، يبقى الناحيه دي كده هي دي الاكس، ولكن طبعا عايزها بالملي جرام، صح كده. الصوديوم بتاعه لوحده 23 والفلورايد 19، يبقى الاثنين مع بعض هيبقوا 42. قد ايه صوديوم فلورايد؟ هيديني 500 مايك من الفلورايد ايون لوحده، خلاص. يبقى انا كده من الحته اللي فوق دي طلعت ان كل 42 جرام من الصوديوم فلورايد بيبقى فيهم 19 جرام من مين؟ من الفلورايد لوحده. طب لو حضرتك عندك 500 مايك من الفلورايد هيدوني، او هيبقى اصلا كانوا جايين من كام من الصوديوم فلورايد، يبقى اكس من الصوديوم فلورايد، ولكن لو جيت بصيت على اليونتس هلاقيها مختلفه، يبقى هنا بالمايك وهنا بالجرام، وهو اوريدي عايزها بالملي جرام.
يبقى نوحد كل القيم على حسب بقى ما حضرتك عايز. لو احنا عايزين نضرب في 10 اس 6 هنا عشان نحولها للمايك وخلاص، وبعد كده نحولها للملي جرام عشان الدنيا تطير مع بعض. الاكس هيساوي 500 مايك، ناخد بالنا، في 10 اس 6 في 42 على 19 في 10 اس 6. 10 اس 6 مع نفسها وكل الكلام ده، الحسبة دي هتطلع لي بالمايك وهو عايزها بالملي جرام، هقسم تاني على 1000 هتطلع لي القيمة اللي انا محتاجها. وسهلة برضو. نمبر 5، how much para amino benzoic acid should be used to prepare 100 gram من الصوديوم para amino benzoate if it were to be reacted with sodium bicarbonate. يبقى انا دلوقتي عندي، يبقى دي رقم 5، يبقى انا دلوقتي عندي para amino benzoic acid، عندي البنزويك اسيد هيتفاعل مع الصوديوم بايكارب، صوديوم بايكارب عشان يديني ايه؟ para amino benzoic sodium para amino benzoate، وطبعا هيطلع ميه وثاني اكسيد الكربون مش فارق معايا، para amino benzoate. خلاص يبقى ادي الفورمولا بتاعتي. هو محتاج هاو ماتش بارا امينو بنزويك اسيد، يبقى محتاج البنزويك اسيد ده بالجرام هيديني اكس جرام، لما الصوديوم بايكارب، فين الصوديوم كربونيت، اسف دي صوديوم كربونيت مش صوديوم بايكارب، البنزويت 159 والموليكولار ويت الاصلي اصلا بتاع البنزويك اسيد 137. خلاص يبقى انا دلوقتي محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب البنزويك اسيد بالويت. يبقى سهل قوي زي ما قلنا في الاول خالص، عشان اجيب الويت من المولوكولار ويت وعندي 2 مولوكولار ويت وعندي ويت واحد بس، بعمل ايه؟ بضرب التوتال برودكت اللي هو مديهولي 100 جرام اهو، 100 جرام عشان اجيب الويت لاي سبستانس من دول، بضرب ال 100 جرام على البرسنتيج اوف مولوكولار ويت، المادة اللي انا محتاجها اللي هي البنزويك اسيد اللي هي المولوكولار ويت بتاعها 137 على السولت بتاعي اللي هو الكبير البنزويت اللي هو 159. لو عايز اجيب الصوديوم كربونيت هضرب برضو ال 100 جرام في الرقم بتاعه المولوكولار ويت بتاعه على المولوكولار ويت الكبير بتاع السولت كله كامل 159. تعالوا نشوف رقم 6. رقم 6 بيقول لي برضو نفس الفكرة تقريبا، 100 جرام تقريبا هي متعادة، هي تقريبا نفس اللي فوق يعني. تعالوا نشوف رقم 7. رقم 7 بيقول لي ايه؟ هاو ماتش اسيتك اسيد، يبقى دي 7 اهي، 36% ويت بير ويت من الاسيتك اسيد ريكوايرد تو رياكت مع البوتاسيوم باي كارب. يبقى الاسيتك اسيد هيرياكت مع البوتاسيوم باي كارب عشان يديني ايه؟ عشان يديني بوتاسيوم اسيتيت وميه بقى والحاجات دي مش هتفرق معايا، المهم انا عايز واحد من هنا وواحد وواحد، تمام كده؟ وقال لي بقى البوتاسيوم باي كارب، انا قال لي انا هاخد 200 جرام، يبقى التوتال بتاعي خد بالك ان هو 200 جرام، وحط بقى المولوكولار ويت كل واحد تحت المركب بتاعه، ده الاسيتيك اسيد اهو نحط تحته 60، والباي البوتاسيوم البوتاسيوم باي كربونيت اللي هو 100 هنحطه هنا، والاسيتيت 98. وهو عايز بقى قد ايه اسيتك اسيد؟ خد بالك ان الاسيتك اسيد هنا مش اسيتك اسيد 100% اللي انا بحطه 100%، ولكن انا هاخد ايه؟ اسيتك اسيد 36%، تمام؟ فدي معلومه ناخدها في اعتبارنا. يبقى كميه الاسيتك اسيد اللي هتطلع دي الاسيتك اسيد اللي هو مثلا 100% اللي هو اسيتك اسيد بس لوحده بدون اي اضافات واي تخفيف، تمام؟ يبقى ده بدون تخفيف، انما اللي عندي فوق ده اللي هو هيحضر منه اللي هو مخفف 36%. طيب خلينا نمشي زي ما احنا ماشيين، انا هحضر 200 جرام هضربها في البرسنتيج بتاع المولوكولار ويت، انا محتاج الاسيتيك اسيد هو ده اللي انا محتاجه، يبقى احط المولوكولار ويت بتاعه فوق على المولوكولار ويت الكبير بتاع السولت على 98 هيديني رقم معين، تمام؟ هشوفه يمثل قد ايه من ال 36%. تعال نشوف مثلا الاكس ده طلع بالجرام، يبقى انا عندي المركب اللي فوق السترينث بتاعه 36% ويت بير ويت، ناخد بالنا يعني 36 جرام لكل 100 جرام، ولكن انا عندي الاسيتيك اسيد هنا طلع اكس جرام، يعني الاكس بقى هيطلع اي رقم هنا، اكس جرام من الاسيتيك اسيد اهي، هتبقى كام بقى جرام من المحلول؟
تمام، خلي دي واي، يبقى الواي دي كمية المحلول او الماس بتاع المحلول اللي هو الاسيتيك اسيد نفسه اللي عندي، ولكن هو مش عايزه ماس، ده عايزه فوليوم. دخله بقى في قانون الدنستي، ماس على فوليوم، يبقى الفوليوم ماس على دنستي. الموضوع very easy I think، يعني الامور سهلة مش محتاجة اي تعقيدات. تعالوا نشوف نمبر 8. نمبر 8 بيقول لي ايه، هاو بوتاسيوم بايكربونيت would be required to react with acetic acid. يبقى البوتاسيوم بايكربونيت اهي هترياكت مع الاسيتيك اسيد عشان يديني بوتاسيوم اسيتيت. لسه حالين تقريبا واحده زيها دلوقتي، حط كل موليكولار ويت تحت بعضه وانا هحضر 200 جرام، يبقى ال 200 جرام ومحتاج ال هاو بوتاسيوم بايكربونيت، يبقى هو محتاج الجزء ده. البوتاسيوم بايكربونيت 100، يبقى ال 100 عندي فوق، والبوتاسيوم اسيتيت ال 98، وكل ده هضربه في ال 200. لو عايز الاسيتيك اسيد يبقى بدل ال 100 دي هتبقى 60 على 98، برضو سهله. رقم 9 بيقول لي ايه، رقم 9 فورمولا فور ماجنيزيوم سيتريت اورال سوليوشن كول 27.4 جرام انهيدروس سيتريك اسيد، يعني سيتريك اسيد بدون ميه انهيدروس، ان 350 مل اوف ذا برودكت. يبقى انا عندي 27.4 جرام من الانهيدروس سيتريك اسيد موجودين في 350 مل من البرودكت، تمام. هاو ماتش سيتريك اسيد مونو هيدريت، ده عايز بقى الهيدريتد فورم من السيتريك اسيد هاخد منه قد ايه عشان احضر الانهيدروس سولت. بسهوله جدا نشوف الفورمولا، كل الفكره ان السيتريك اسيد مونو هيدريت ان معاه ميه والانهيدروس ما معهوش ميه، يبقى هو كاني بتكلم على الاثنين زي بعض، ما عنديش مشكله خالص. يبقى كل فكرتي ان المونو هيدريت ده معاه جزيء ميه، لما يجي يتحول لانهيدروس الميه هتفقد، دي انرت ماليش علاقه بيها، وهيتفضل لي الانهيدروس. يبقى 1 مول او 1 مولكيول من المونو هيدريت هيديني 1 مولكيول من الانهيدروس سيتريك اسيد، يبقى الاثنين هيبقوا زي بعض، تمام. تعالوا بقى نشوف المولكيولار ويت بتاع المونوهيدريت، 210 جرام من المونوهيدريت موجود او يمثل لي او هيطلع منه 192 اي جرام من الانهيدروس سيتريك اسيد. طيب انا عندي بقى الانهيدروس سيتريك اسيد ده مش 200، مش 192، ده انا عندي 4 او 27.4، يبقى ال 27.4 جرام دول هيبقى جايين من قد ايه مونوهيدريت سيتريك اسيد، يبقى طرفين في وسطين، المساله برضو سهله. تعالوا نشوف نمبر 10، commercially available tablet contain 0.2 جرام من الفيروس سلفيت هايدريتد فورم من الفيروس سلفيت. فلو قال لي برضو انهيدروس شلت الووتر، هما الاثنين هيبقوا equivalent او interchangeable، فالمولكيولار ويت اللي هنا هيساوي او هيطلع منه واحد جزيء من المولكيولار ويت اللي هنا. يبقى انا دلوقتي بيقول لي ايه، how much elemental iron is represented او موجود يعني في الديلي دوز اوف 3 تابلت. يبقى انا دلوقتي عندي 0.2 من الفيروس سلفيت، ده سولت يعني من الاير، فمحتاج يعرف قد ايه elemental iron، elemental iron قد ايه في اليوم، iron per day. لو انا باخد daily dose in of 3 tablet، يبقى انا هاخد 3 tablet من ال 0.2 من الفيروس سلفيت، يبقى التوتال ديلي دوز، نحسب الدوز بتاعتي من الفيروس سلفيت ونشوف الايكوفالنت بتاعها قد ايه من الايرن. 0.2 في 3 تابلت هيديني 0.6 جرام من الفيروس سلفيت، عشان ما ننساش. عايز بقى دول اعرف فيهم قد ايه اليمنتال ايرن. طب هو قايل لي ال1 فيروس سلفيت اهو 193 مولكيولار ويت اللي هو يمثل لي ال 193 جرام. طب الايرن لوحده 56، يبقى كل 193 هتطلع لي زي ما احنا عارفين هتطلع لي 56 من الايرن لوحده، الايرن لوحده. طيب هو لا، محتاج بقى ان انا اطلع 0.6 من الفيروس سلفيت، 0.6 جرام من الفيروس سلفيت هتيكويفالنت كام للايرن ده، طرفين في وسطين، الموضوع سهل. بيقول لي 10 مل امبول من البوتاسيوم كلورايد، 10 مل امبول من البوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد انجكشن كونتيننج كام، 2.98 جرام بوتاسيوم كلورايد. وات از ذا كونسنتريشن اوف بوتاسيوم، الكونسنتريشن اوف بوتاسيوم ولكن هاتهولي بالملي مول بير مل، تمام.
ناخد بالنا ان احنا كاننا بنراجع ان ذا سوليوشن. البوتاسيوم كلورايد لما يحصل له ديسوشيشن هيطلع لي واحد بوتاسيوم وواحد كلورايد، وكنا شرحنا بقى ازاي بنحسب الفيلنسي والقصص دي، نرجع لها بقى عشان الموضوع ده مهم قوي. يبقى انا عندي كل واحد من البوتاسيوم كلورايد هيقابله واحد من البوتاسيوم البوتاسيوم ايون، تمام. طب الموليكولار ويت بتاع البوتاسيوم كلورايد كام؟ 7.74 و6 من 10. هيبقى فيهم كام جرام؟ ده هيبقى فيهم كام؟ 39.1 من 10 جرام من البوتاسيوم، ده بوتاسيوم كلورايد. يبقى انا لما فكيت الفورمولا بتاعتي او كتبتها طلعت للناتج ده. طب هو بقى محتاج ايه؟ ده هو عندي امبول، الامبول الواحد فيه 10 مللي، وال10 مللي ده بيحتوي على 2.98%، يبقى 2.98% جرام من البوتاسيوم كلورايد بيبقى فيهم موجودين في كام؟ في 10 مللي. وهو عايز ايه؟ ده هو لا عايز البوتاسيوم الموجود في الملي مول بير مل. يبقى انا ال10 مللي دي اشوف الملي الواحد فيه قد ايه، هيبقى فيه اكس هقسم على 10 اللي هو 0.298 جرام من البوتاسيوم. يبقى هيطلع لي ال 0.2989 جرام من البوتاسيوم كلورايد، خلاص. طب ما انا لو دخلتها في الايكويشن اللي فوق دي وعرفت البوتاسيوم كلورايد هعرف ما يقابله او ما يكافئه من البوتاسيوم. يبقى 0.298 جرام من البوتاسيوم كلورايد دي فيها قد ايه بوتاسيوم؟ لما عندي 47.6 من 10 جرام بوتاسيوم كلورايد فيهم 39.1 من 10 جرام من البوتاسيوم ايون. يبقى طرفين في وسطين هيطلع لي الماس او الجرام بتاع البوتاسيوم ايون الموجودة في الحسبة اللي احنا حسبناها دي. طب هو مش عايزها بالملي جرام ولا بالجرام، ده هو عايزها بالملي مول. بقانون الملي مول بقى، الملي مول بيساوي الويت بالملي جرام على المولوكولار ويت. هبتدي اقسمهم على بعض بقى، وده هيطلع لي على طول دايركت الملي مول بير مل، لان احنا جايبين من الاول ظبطنا المل من الاول، فاحنا ظبطنا الجزء ده الاول وبعد كده ظبطنا الجزء الثاني. يبقى دي رقم 11 وسهله برده، مش محتاجه اي حاجه. زي ما احنا قلنا الشابتر نعتبره ان احنا بنراجع بس كده على اللي فات، وهو يعني سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل، والحسن حظنا ان هو ما فيهوش ايكويشن ولا فورمولا نبتدي نحفظها. نمبر 12 بيقول لي ايه؟ هاو ماتش امينو فلن وات بي ريكواير تو بريبير ميكتشر تو ادمنستر 20 كيلو جرام. يبقى ده 12 20 كيلو جرام. يبقى انا هحسب ويت بيزد دوز. الدوز بتاعتي من الثيوفلين 5 مللي جرام ايكويفالنت تو 5 مللي جرام ثيوفلين، وهاخدها قد ايه؟ 4 مرات في اليوم لمده 7 ايام. ولكن هو عايزني اجيب هاو ماتش امينو فيلن. يبقى هو عايز الامينو فيلن ومش مديني اي دوزس ولا اي حاجه عن الامينو فيلن. طبعا هو عايزها بالملي جرام. يبقى انا هجيب الدوز بتاع الثيوفلين اللي هو مديها لي 5 mg per kg 4 مرات في اليوم، يبقى 4 times per day يبقى هضرب في 4، ولمدة 7 ايام يبقى هضرب في 7. طبعا الكيلو جرام ده هشيله واحط 20، يبقى 5 في 20 في 4 في 7، لما نيجي نضربها هنلاقيها 2800 مللي جرام. ولكن ناخد بالنا ان ده من الثيوفلين. طب ناخد بقى الامينو فيلن الايكويشن بتاعته فين او الفورمولا بتاعته؟ عندي هو دايما لازم احط في عينيا الفورمولا. يبقى 1 امينو فيلن او 1 مول يعني من الامينو فيلن هيديني قد ايه من هيبقى فيه قد ايه من الثيوفلن. نشوف الفورمولا بتاع الثيوفلن اهي C7H8 لحد O2 اللي هي دي، هيبقى فيها 2 جنبها 2، يبقى فيها 2 مول من الثيوفلن. يبقى 1 مول من الامينو فيلن او 1 مولكيول من الامينو فيلن هيديني 2 مولكيول من الايه؟ الثيوفيلن. يبقى ناخد بقى المولكيولر ويت بتاع الامينو فيلن اللي هو 4 5 6 و 0.6 جرام، هيبقى فيهم قد ايه؟ 2، ناخد بالنا من الرقم ده ما ننساهوش، في ال 180.2 من 10، تمام. يبقى ده كده امينو فيلن عشان ما ننساش، وده الثيوفلن. طب تعالى بقى خلاص دي هنظبطها بقى ونضربها مع بعض. طب انا عندي اصلا دوز من الثيوفلن اللي هي 2800، ناخد بالنا ان دي بالجرام ودي بالجرام، انما دي اللي فوق دي بالملي جرام. 2800 دي لو حولتها يبقى قسمت على 1000 يبقى 2.8 من 10 جرام
عشان يبقى كله بالجرام، او اريح دماغي من الاول خالص واسيب دي بالملي جرام زي ما هي اللي هي 2800 ملي جرام، ودي بالجرام ودي بالجرام. فانا لو الطرف ده خليته بالملي جرام، الطرف ده هيبقى ايكويفالنت بالملي جرام برضو. يعني لو قسمت هنا على 1000 وقسمت هنا على 1000 كاني ما عملتش حاجه، ضربت في 1000 وهنا ضربت في 1000 كاني ما عملتش حاجه. تمام، يبقى ممكن اخلي دي بالملي جرام ودي بالملي جرام ويبقى نفس الرقم وما احولش اللي فوق واريح دماغي وخلاص. هيبقى في قد ايه من الامينو فيلن، وده اللي هو عايزه. دي تقريبا اخر مساله ولا لسه في واحده؟ إيه لا لسه في رقم 13. هاو ماتش كارين دي سلن؟ كارين دي سلن ده اكيد زي البيبرا سلن والحاجات بتاع الحاجات دي، كاربين سلن واخواته. هاو ماتش المولوكيولار ويت بتاعي از ريكوايرد تو انفيوز ان 81. تعالوا ناخد 13. 13 بيقول لي محتاج قد ايه من القرن بسلم. قرن بسلم ده ريكوير تو انفيوز ان 81 على الريت بتاعي. الريت اهو 5/10. الصفر ده ايرور عشان كده ممكن يلخبطني اصلا، فناخد بالنا منه. على كي جي بير مينت ده الريت بتاعي اهو، الريت اوف انفيوجن والمولكيولار ويت كذا اوفر 12 ساعه، هيعمل له انفيوجن على 12 ساعة. طيب نحسب بقى التوتال بير مينت، التوتال كار ذا سيلن ده التوتال بتاعي بير مينت هيساوي ايه؟ هيساوي ال 0.5 في الكي جي بتاعته اللي هو 81.5 في على 12 ساعة، يبقى هضرب في 12 ساعة وانا عايزها بير مينت، يبقى هضربها تاني في 60. يبقى الرقم ده كله هيخلص، هحسبه هيديني كام؟ 2.9340 ملي جرام. خلاص، لان دي نص ملي جرام، يعني لو خليتها افريج بالجرام 29.3 جرام، يعني 29 جرام. هو بقى عايز قد ايه؟ هاو ماتش كاربنسلين ريكوايرد. يبقى انا عندي الكاربنسلين دون المولكيولار ويت بتاعه 516.6 على المولكيولار ويت بتاع القرن سل نفسه، ده السولت بتاعه. يبقى انا قلت اللي انا عايزه بحطه فوق في البسط، والتاني اللي هو هحطه تحت. 4.9.3.6 دي هتديني البرسنتيج، هضربها في الرقم اللي طلع من هنا هتديني ال النسبه بتاعت الكربون سل على طول بالجرام طبعا، لان ده كله بالجرام. خلاص، يبقى دي رقم 13، دي اخر واحده. يبقى كده احنا خلصنا برضو شابتر 13.